السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع طريقة كيفية فتح واتساب في جهاز الحاسوب. هناك طريقتان، الطريقة الأولى عن طريق متصفح الإنترنت، والطريقة الثانية عن طريق تحميل برنامج واتساب. نبدأ بطريقة فتح تطبيق عن طريق المتصفح. ما علينا سوى الذهاب إلى جوجل ثم كتابة واتساب ويب هنا، فتظهر لنا في نتائج البحث موقع واتساب ويب. نقوم بفتح هذا الموقع، فتظهر لنا هذه النافذة. ما علينا الآن إلا الذهاب إلى تطبيق في واتساب في الهاتف، بعدها نضغط على هذا الزر ثم نختار واتساب ويب، ثم نقوم بتحديد كود بار لقراءته على هذا الشكل. كما تلاحظون تم فتح واتساب في المتصفح. والطريقة الثانية هي الذهاب إلى هنا داونلود، نضغط عليه ثم نذهب إلى هنا، نقوم بتحميل واتساب بصيغة 64 أو 32. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.